هي رحلة تمتد من حديقة التجارب بالعاصمة إلى مقام الشهيد، تحمل عائلات خرجت للتنزه رفقة أولادها تزمناً والعطلة الشتوية واغتناماً لملائمة الجو. فرحة رسمت على وجه الصغار وحتى الكبار تترجم سعادتهم بهذه الجولة. اليوم جيت معاي جداتي واسمه وليد عمي. عجبتني الجولة هذه التونة، جيت لهنا باش نشوف مقام الشهيد. دات لي ماما نحوس بيا. عجبتني الحافلة تاع اللي جواه. ماما أنا في عطلة في الجزائر، ماما ما خدي وسلم على بابا، حبك بابا. هنا في الجولة عجبتني بزاف، على قريت ملي على بها جابني هنايا جداتي. ايه معجبهم الحال، راهم معاهم بيمبو هنا، راني نفرح فيهم كل يوم. ما سمعتش بها، جاي صبتها ولا بريم فوا شفناها، صافي بليزير، حاجه مليحه. كي جبنا دراري صافي بليزير لهم، ديناهم حوسوا وتصوروا وكذا ولعبوا شويه وكذا، وهذه منا طلعناهم يدوروا يضربوا دوره يعاودوا ومن بعد ندخلهم للدار. مام البريصه ريزونابل 50 دينار. 50 دينار فقط كافية للتنزه في حافلة مكشوفة تمكنهم من أخذ صور تذكارية مع المناظر الخلابة للجزائر العاصمة والاستمتاع سوياً بين العائلات. اجتزاح حافلة سياحية، وهذه الخدمة يعني بدأت بها المؤسسة يعني عندها فترة، وإحنا نوصل في هذه الخرجات السياحية كلما يعني أتاحت لنا الفرصة السماح للمواطنين يعني ليكونوا يعني في العاصمة أو في الولايات الأخرى، وخصوصا لنا في العطلة يقدروا يكتشفوا المعالم الأثرية والمعالم الوطنية للعاصمة. والله يعني إقبال جد كبير كما لاحظتموه، يعني العائلات بالأطفال والعائلات كذلك كبار وصغار، وراهم كما راكم تشوفوا معنا مهرج وراهم يستمتعوا بالرحلة. عندنا طاقم يرافق في هذه الرحلات، يعني طاقم إيتوزا يشرف على أمن الزبائن. أجواء استثنائية صنعتها الحافلة المكشوفة والمعروفة بحافلة المنتخب الوطني الجزائري، جولة خفيفة مكنت الجميع من التخلص من ضغط أسابيع وأشهر متتالية.